وين غبتي يا حلوة؟ عملت عيلة وجبت أولاد وعم ربي بتكايدي فيها؟ بتكايدي فيها؟ بتكايدي فيها؟ الملابس بتكايدي فيها؟ لا لا أنا راضية، أنا راضية راضية صلاح اللي عملتك التقرير. لا بس أنا وافقت على اللي قالته، إنه أكيد هو مو هذا المفروض كل واحد يعمله، بس أنا حسيت هيك بلحظة إني بدي أقصر، خاصة أنه انتقلنا على دبي أول ما تزوجنا أنا وعلي، وما في لا ماما هون لا حدا من أهله لا حدا من أهلي، وهيك يعني لقيت بس ضليتك حالي بالفن. 2013 كتمثيل تلفزيون يعني، والباقي دوبلاج. إيه بس بالدوبلاج فن طبعا، ما هي طبعا طبعا. بس ما حسيتي يعني أحيانا بقول لك واحد إذا بدك تعذب واحد طلعوا على الشاشة بعدين شيله، انت اليوم نجمه 700 مسلسل طالعه فيهم، لما بلحظه يقطع الواحد اكيد كل ما حدا شافك يقول لك لورا ليش ما عم تطلعي. ايه طبعا طبعا. ايه بس بالنسبه لي كانت اولويتي الاولاد. الاولاد ايه ما في اي ضغط ابدا، بالعكس ما حدا قال لك قعدي بالبيت. مين اللي بيلقى احد دلوقتي؟ ايش فايده؟ ما حدا قال لك قعدي بالبيت. ها لا لا بالعكس بالعكس يعني، واصلا يعني هو العكس تماما، قال لك اطلعي من البيت. خلص يا اختي رجعي اشتغلي، بدك تضلي قاعده هيك. طيب لورا انت بتمثلي بتدبلجي بتديري بتنجي مو كثير، وبإضافة للاعمال الثانيه الخاصه بتلحقي اول شيء والاولاد ومدارسهم. ايه كيف؟ هلا في ثمن لهذا الحكي، انه انا حياتي الاجتماعيه شبه معدومه. شبه معدومه. ايه يعني أنا حياتي الاجتماعية معدومة منتهية. شفت؟ يعني أنت لتقدر تحقق شيء بتدفع الثمن بمحل ثاني، بس المهم تكون أنت عم تعمل خيارك. فهلا منظمة وقتي. قصدي ليش البطيخات كتار بالإيد يعني؟ لا 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 مو كتار؟ لا لا هلا بتمرق فترات ضغط. يعني بتمرق فترات ضغط، بيكون حابك الشغل من هون ومن هون ومن هون، والولاد عندهم امتحانات والاونلاين ليرنينج اللي اجانا وهيك، بس هي فترات معينه. باقي ما بقى هو تنظيم وقت. يعني في الصبح بيروحوا على المدارس، عندي كل فتره وهنن بالمدرسه، اكيد مو كل يوم بعمل محاشي ورق عنب يعني. يعني من قريبه ف منا انت اليوم شيك على الايميلات بتطلع على اليوم تعرفتي عليها. مثل ما سالت عنك بدي اسالك عنها. جميله طيبه جدا. مش هزار والله، حسيت ان انا اعرف. عرفتي انه طيبه ازاي؟ من طريقتها عفويه كمان. يعني حسيت ان انا اعرفها من زمان. عشريه يعني بالمصري يعني. بس دي ما شاء الله قويه كمان وقد حالها يعني، عندها ما فيش ست مش قويه. في لا ما فيش لا أبداً. كل الستات قوايا كلهم أبداً. بس هم ما بيحبوا يبقوا ضعاف بمزاجهم يعني. الراجل ما يفتكرش نفسه ذكي قوي. بمزاجنا طلع الوش الثاني. طلعنا احنا مش فاهمين حاجه ولا مظبوط. طلع الوش الثاني هو كده. طيب شفنا لك بقعة ضوء عربيات وجبران واهل الغرام، شفتك كوميدي وشفتك تراجيدي وشفتك عربي فصحى وشفت مثل ما عملت هي بكل اللهجات. احيانا هل هذا مطلوب من الفنان انه لازم يعمل كل شيء، ولا انه لا في شغلات منه الحته دي مش بتاعي؟ هذا الفنان بيطلبه يعني، اذا ما انطلب منه بيزعل. هو انت ليش بتصير بس مثلا هيو جرانت عم بيحكي شغله هذا اليوم وانا معه، مثلا انا اليوم مثلا ما كنت اتعلم الرقص، ما بعرف ارقص، فقال لك اذا بدك تعطيني ميوزيكال ما حعرف اشتغله. وساوى ميوزيكال 100%. بس احيانا يعني مثلا انت مثلتي صعيدي. العربي الفصحى في ناس بتقول لك انه انا صعب علي شوي. مزبوط وصعب صح ولا لا؟ وفي ناس حست اني انا مثلا اني اغني او اني انا مثلا اكون شريهان مش انا. ممكن هذا الشيء؟ هذا شيء ثاني يعني، لما بحس حاله مثلا نحن عندنا بسوريا في لهجات كثير. أنا بعرف إنه في نجوم كانوا يبقوا يعتذروا عن أفلام أو عن مسلسلات بدك تحكي فيها لهجات مناطق معينة، وهذا احترام منهم لذاتهم ولجمهورهم. يعني بده يغلب يا بده يعمل الشغلة كما تتطلب تماما، أو لا بلاها ما يقصر يعني.